السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتب القاص والروائي الأردني أسامة عكنان في إحدى مجموعاته القصصية: ترنحت كل قطع الدومينو بعد سقوط القطعة الأولى، وما تزال القطع تتدافع، فكلها مرتبطة بحبل سري واحد، طعمه حماقة ولونه رعونة أو رعونة، أي طيش وحتف، ورائحته سفه، وقوامه وهم وجهل وغرور. متى ستقع القطعة الأخيرة لنبدأ لملمة ما تهاوى على أرض صلبة؟ ألقاكم بعد الجينيريك. مرحبا بكم من جديد في عدد جديد من حصاد 24. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي البارحة وعلى إثر استعراضه الوضعين الاقتصادي والمالي يعرب عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وبحث جميع الأطراف أو يحث جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء ما أسماه بالبرنامج الجديد. ويؤكد المجلس أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي. إذن مدى علاقة هذا البلاغ بالخبر الصحفي الذي أورده البارحة الموقع الفرنسي أفريكا تيليجونس، والذي تطرق لإفاد ماكرون لمدير الخزينة الفرنسية مولان إلى تونس، وحديث عن إعادة التفاوض بشأن ديون تونس وما يروج من إمكانية انضمام تونس إلى نادي باريس؟ هل تنجح حكومة السعيد في تجاوز الأزمة المالية غير المسبوقة، أم تسرع هذه الأخيرة في سقوط السعيد ومسار 25 من جويلية برمته؟ مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة يدعوان إلى مسيرة بشارع الثورة يوم الأحد 6 فبراير بداية من الساعة 11، وذلك رفضا لما أسموه أو لما أسماه بالانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له نور الدين البحيري، رفضا للانقلاب كذلك وتنديدا بالملاحقات الأمنية والإيقافات التي تستهدف النشطاء والملونين، وكذلك دعما للمجلس الأعلى للقضاء وتنديد بهرسلة القضاء ومحاولة تركيعه واستهداف مسار استقلاليته. فهل قررت المعارضة تصعيد اشتباكها مع السلطة؟ وماذا تملك المعارضة من أوراق ضغط؟ نطرح هذه الأسئلة على ضيفينا من عبر سكايب. سي نور الدين الخاتروشي رئيس حركة البناء المغاربي. أستاذ نور الدين أهلا وسهلا. وكذلك سعداء يحضر معنا زميلنا الإعلامي مقداد الماجري. مقدادي أهلا وسهلا. مرحبا زميلي المحترم وتحية لكل مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. إذن قبل أن نذهب للتقرير الافتتاحي، أولا مهم جدا أني أعتذر للزميلة خولة سليتي حيث ذكرتها وذكرت اسمها البارحة في إطار تنديدي بعدم تعقيب مقدمة إذاعة الشمس فام على حديث ضيفها عبد العزيز المزوغي، والذي عبر عن استعداده للتضحية كما يقول بالكرتوش لمنع الإسلاميين من العودة للحكم. والحقيقة أن المذيعة في برنامج الذي حاور مزوغي في شمس فهم كانت الزميلة زينة الزيدي وليس خولة سليتي. معذرة مرة أخرى لخولة، وتذكير متجدد لزميلة زينة الزيدي بخطورة الصمت عن تصريحات خطيرة تدعو للعنف والاحتراب الأهلي في المباشر دون أن يتم التعقيب عليها وإدانتها. أستاذ مقداد ونوردين، هل لكما من تعقيب حول
ما صرح به عبد العزيز المزوغي أثناء حضوره في المباشر في إذاعة شمس فام، وقوله صراحة كونه مستعد يضحي بعشرة أشهر من مرتبه الشهري ويناضل حتى بالكرتوش لمنع عودة الإسلاميين. مخداد. مرحبا زميلي المحترم وأهلا بك، وتشرفني دائما دعوتك على هذا المنبر الذي يظل يحاول أن ينير وأن يشعل شمعة واحدة في ساحة إعلامية يعني ظلام دحيس، ولكن شرفكم أن نشرفكم كل الشرف أنكم تظلون يعني على هذا المنبر تقاومون، والحق لا يعرف بالكثرة ولا تستوحشوا طريق الحق كذلك، كما الحق والشرف لا يعرف بنسبة المشاهدة وإنما بنسبة الرجلة وبشرف الموقف الذي اتخذتموه من سنوات قديمة، حيث زيتونة هي كانت منبر الفقراء والبائسين، وكان لك، وأذكر السادة المشاهدين زميلي العزيز، كان لك شرف أول إعلامي أنت في تاريخ تونس تنبش في ملفات الفساد قبل أن يأتي قيس سعيد ليجعل منها تنبيرات في قصر قرطاج ويصبح رئيس حكواتي يجبد أوراق ما نعرفوش شنو فيها، ربما نفس الأوراق هي اللي يجبد فيها، ربما أوراق بيضاء لا ندري، هذا قوس صغير هذا من حسن أخلاقكم ومتشجيعكم زميلي مقداد. نعم نعم، هذا قوس تبع التحية وتبع المقدمة. الآن أنفذ إلى صميم الموضوع، بداية من هو المزوغي؟ من هو المزوغي؟ وربما يكون ثم حرف ما نعرفش حاسينه ما نحبش ندخل في اللقب. المزوغي شكون هو؟ لماذا لا نرى أبو يعرب المرزوقي؟ لماذا لا نراه أبو يعرب المرزوقي في منابر إعلام الدجل؟ لماذا هؤلاء الوسخون، هؤلاء المتسخون في عقولهم، هم الذين يظلون يملؤون الإذاعات والتلفزات؟ مش تعرف بأنها ماكينة واحدة مفضوحة؟ أسألك، ماذا لو تحدث عن استخدام السلاح ضد طرف من أطراف ضد التوانسة؟ ماذا لو كان شخص يكون صلى مرة واحدة الفجر جماعة وشهد وهو يدخل المسجد، أو عفوا يدخل الميضة مغصور، يدخل الميضة وهو يخدم في المرشي شافوه في الميضة وما يصليش؟ ماذا؟ وين جمعيات حقوق الإنسان؟ أين أشباه النخب؟ وين همك الناس اللي خافوا من الإرهاب وما يحبوش الخطاب المتطرف؟ هذا خطاب مسلح، هذا خطاب مكرتش، هذا خطاب فيه الرصاص وفيه العبوة الناسفة، لن يعبؤوا ولا يهمهم، هم يبحثون عن إرهاب أو خطاب فيه جملة معينة باش يخرجوا منها إرهابي تكون عنده علاقة بالميضة والمسجد، لكنهم مفضوحون. فاستدعاءه في حد ذاته شبهة، هذا لا يمثل حزبا سياسيا وليس فاعلا في الشارع، لا مواطنون ضد الانقلاب ولا من أي أطراف أخرى ولا نعرف حتى شيء، هذه صراصير ترقد 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 ثم يستنجد بها باش يجي من أجل خلق لوثة سمعية وبصرية، ومن أجل دفع البلاد نحو احتقاد معين. لكن الحمد لله هناك حكماء في تونس، هناك عقلاء في تونس، هناك قضاء في تونس، قضاء، نحن ما نقولوش القضاء فاسد، نحن نقول سنظل القضاء يظل هو القلعة الأولى والأخيرة التي نلجأ إليها عند مثل هذه الخلافات وعندما نسمع مثل هذه الجرائم الكبيرة وهذه التصريحات. وأتمنى ووددت الحقيقة كذلك أن أرى من القضاء فتح ملف النيابة العمومية وحدها تمشي وتفتح الملف وتعيق له السيد هذا، وأكيد ما ينجم يكون إلا في الحبس. هذا الخطاب واضح جدا، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير،
السلاح واضح معنى السلاح، السياق ويفسر نفسه بنفسه واضح برشا، المعنى الاستئصالي والإجرامي واضح برشا، لكن للأسف رغم القضاء لكن نقول بأن هناك مواقف وهناك إجراءات ملموسة كان لابد أن تتخذ لم تتخذ. هو الغريب زميل مقداد، والبارحة أنا عندما أوردت هذا التعقيب قلت أنه يبقى الأطراف السياسية، حركة النهضة هو سمعنا أنه قدمت شكاية، هذا أمرها يهمنا إحنا كإعلاميين وصحفيين، هو أنه عندما دعنا نقول ونأخذ بحسن النية عندما نفاجأ في المباشر، وأنت إعلامي يحدث أن نفاجأ بتصريحات في الحقيقة، لكن ضروري أنه الإعلامي المقدم يعرج ما يخليش هذه التعدى، لأنه دور الإعلامي مناش مع كم احترامنا للشرطة المرور، احنا مش نعدو في 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 الكارفور، احنا نعدو في الكلمات. وجود الصحفي والمصدح هو راهو رسالة، هو مسؤولية جدا، وكان على الزميلة الصحفية زينة زيدي ان تعرج وتدين الخبر. الغريب كذلك زميل بغداد هو انه الهايكا قبل يومين تقريبا فقط غرمت نفس الإذاعة، لانه محمد بوغلاب انتقد القائم بمسؤولية والي بن عروس عندما تهجم على زميلة كذلك في شمس فام، ولكن أنه يتم التهديد في المباشر باستعمال السلاح لهيك طبيعة الحال. قلت أنه قد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي، هذا هو الرد أنه عرج عليه مرة أخرى. نور الدين، هل من تعقيب قصير قبل أن نذهب لتقرير؟ تعقيب كما قلت، حتى حديث في الموضوع الإنجليزي يتمنى نور الدين ثم صعوبة في الصوت متاعك، حاول توخر شوي. الله ينورك. نعم وخر شوي وخر شوي لا نعم حاول تكلم بالقوية. الله ينورك. نعم اي نعم الان مسموع. قلت المزوق يساري الفوق، المزوق ليس للاسف الاول للاسف نور الدين الصوت غير واضح، يحاول الاخوة في الريجي يعيدون اتصال بك، وان شاء الله يكون تتم معالجة الصوت في الأثناء. نذهب سادة المشاهدين إلى التقرير الافتتاحي وما أثارته زيارة مولن مدير الخزينة الفرنسية إلى تونس من استفهامات وعودة على الطلاطو. يلا. أثارت زيارة رئيس الخزينة الفرنسي إيمانويل مولان الملقب برجل الأزمات إلى تونس جدلا كبيرا ومخاوف من دخول البلاد لنادي باريس بسبب عجزها عن تسديد ديونها، وبسبب توقيت الزيارة والتكتم عليها من قبل السلطات التونسية. وكان موقع أفريكا انتليجنس كشف عن زيارة لإيمانويل مولان إلى تونس منذ الثلاثاء الفارط، وحسب ذات التقرير فإن مولان سيجلس مع مسؤولين من بينهم محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية سيهان بوغتيري من أجل حث تونس على خوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض. وكان صندوق النقد الدولي قد طالب تونس بإجراء إصلاحات عميقة جدا من أجل الحصول على دعم مالي في وقت يعاني فيه البلد من أزمة سياسية على خلفية إجراءات سعيد، زيارة تثير توجس خبراء الاقتصاد، إذ اعتبر الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الدماسي أن تواجد مولان في تونس يدل على قرب دخول تونس لنادي باريس، وهو مؤشر على أن هذه الدول لم تعد تثق في النزاهة المالية للبلاد، منوها إلى أن هذه الخطوة تسبق نادي لندن الذي يرمز إلى إفلاس الدول واضمحلال مصداقيتها الاقتصادية. وللإشارة تدعى الدول إلى نادي باريس وهو مجموعة مالية دولية مختصة في إعادة جدولة ديون البلدان المفلسة الذي يضم الكيان الصهيوني كعضو عند عجزها عن سداد ديونها. وقد مرت بالنادي دول عدة منها روسيا ومصر والمغرب والعراق والأردن والسودان. عدد من الخبراء اعتبروا أن نادي باريس لم يكن أبداً وسيلة للإنقاذ، بل هو مدخل لسلب الدول سيادتها على قراراتها الداخلية ومزيد بسط النفوذ والسيطرة عليها قبل تحويلها إلى مستعمرات.
بدوره يعتبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر في تدوينة له أنه رغم كل المؤشرات الخطيرة وشبح نادي باريس فإن تونس اختارت سياسة نعمة، معتبرا أن عديد الدول المؤثرة في أخذ القرار في صندوق النقد الدولي والمانحين غير راضين على أداء قيس سعيد ويشترطون تحسن المناخ السياسي. من جهته يعتبر مؤسس الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني أن زيارة إيمانويل مولان تطرح فرضيتين مؤكدتين، وهي إما أن الحكومة التونسية تستعد للذهاب إلى نادي باريس أو أن فرنسا تلعب دور الوسيط. وأوضح الكيلاني أن بعض المؤشرات تفيد بأن فرنسا دخلت على الخط كضامن لاتفاق جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي لإيجاد حلول للمالية العمومية، منوها إلى أن تونس يمكن أن تعيش السيناريو اللبناني في ظل الوضع السياسي الاقتصادي الحالي، محملا رئيس الدولة والأحزاب والحكومات مسؤولية الوضع الحالي للبلاد. فهل أعلنت تونس فعلا إفلاسها؟ وما الذي ينتظره سعيد لإنقاذ الوضع الاقتصادي والعودة إلى المسار الديمقراطية رغم صيحات الفزع التي أطلقها الخبراء؟ مرحبا من جديد، مرحبا كل من تحق من الآن في المباشر حصاد 24، معي زميلي مقداد الماجري ونوردين الخطروشي حركة البناء المغاربي. دعني أبدأ معك مقداد، ومن حيث انتهى التقرير يعني خطب عصماء عن السيادة الوطنية، وقف نزيف التدين، تهديد بالصواريخ التي في منصاتها لمحاربة الفاسدين، لاسترجاع الأموال المنهوبة، ثم لا شيء، التونسي بات مهددا في راتبه الشهري، لا عاد لا سميد ولا زيت. وآخرها ما ورد بالموقع الفرنسي أفريكا تليجونس اللي يقول لك كونه ثم معلومات أن تونس قد تستعد دخول لنادي باريس. نعم 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 تسمعني؟ نعم جيد. أستاذ حسين، شعار الرئيس الذي يحب الشعب وعنده الشعب نتاع 1,800,000 اللي نزلوا للشارع يحبوه، شعاره الشعب يريد، الشعب يريد، الرئيس يريد الشعب، والشعب يريد قيس. وهذا الشعب يحب يتفرهد، الشعب يحب الشهريات ويحب الحديد ويحب الثروات ويحب الفلوس، والرئيس يحب يوفر له شيء. هذا جميل جدا، هذا يذكرني بك الراجل زاد اللي يحب بنية برشا وهي تحب تعمل عرس مزيان برشا بالتبسيط الكبير، ولكن الرجل هو غارق في الشيكات أما يؤد فيها بالصيغة الكبيرة، صيغة مش جبالها، والفوياج دونوس باش يعملوه في جزر المالديف، وهو في بطاقات تفتيش، هو في بطاقات تفتيش، ويقول لها غدوة مش ننزلوا في اسطنبول نعدوا أسبوع ومن بعد نهبطوا للمالديف. واضح خويا؟ إلى بعد نصف عام. الشعب، الرئيس يحب الشعب، أما حاله حالك الراجل اللي يعطي في اللي شيك سون بروفيزيون ويقعد في الخطيبة باش ينورها في العرس قدام الأنساب والأحباب والأصحاب والغايرين والحاسدين والخونة والأعداء ذوكم الكل، باش يلمدهم في عرس مهيب ويبكيهم على رواحهم قديش شكوا فيه وفي جيبه وفي قدراته، وهو مش يدقوا الباب عليه في الليل، ماشي مش يحكموا عليه بخمسين سنة شيكات بدون رصيد. واضح جدا، واضح المشهد. عجبني برشا بوست نزل اليوم قال 2018 تابع العشر السوداء ذوكم الشعب يجري وراء كاميون السميد، و2019 الشعب يجري وراء كاميون الغاز، 2020 الشعب يجري وراء كاميون الحليب، أما 2022 الشعب يلزم الكاميون اللي يعرضه يجري وراه، أي كاميون يعرضك يلزمك تجري وراه. ولكن لن نعرف سيد الرئيس ماذا وراء يجري. هو الشعب جميل، الصورة سي مقداد أعطيتها أنه تونسي تو يجري في جرت أي كاميون، الرئيس ما عرفناش وين فاش يجري وراء ماذا. هاو ديما خطب مش عارفين. الرئيس
بعد الماتش باش نفهموا برشا حاجات بلغه اخرى. هو يتحمل مسؤوليه وضع تونس على الرصيف للبيع، لكن امل ان شاء الله ان في تونس هناك رجال لن يتركوا تونس توضع على الرصيف ولن يتركوها تباع. هذا ذكرنا بعام 1881. طبعا يجيك اللي مسلفك فلوس ويتركز هناك كوميسيون. الكوميسيون هذا شنو دوره؟ الكوميسيون دوره هو انه باش يقعد لسنوات يتابع عمليه استرجاع الديون وياخذ لك الفوسفات ويفرض عليك زاد باش يشري جزيره، ينجم يشري لك المسالك الجويه نتاعك يتحكم فيها هو، وينجم ياخذ لك الانفاق نتاع سي لطفي نتاع الشمال الغربي هذوكم، وينجم يحط فيهم النووي نتاعه ويبعدوا عليه اذا كان فيه مخاطر، يولي يتصرف البلاد نتاعك برا وبحرا وجوا. هو سيد رئيس الجمهورية مخداد. نعم، رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هو يتحمل مسؤولية كل الذي يجري. ليش؟ لأنه هو خذا كل السلط وقال تونس أنا وأنا تونس، ما عاد ثم راجل، الرجل أنا والرجل أنا، وما ثم حتى راجل. خذا الجام وخذا الحصان في أول سدرة، جاء في وسطها أول سدرة، قلنا له هاو الحصان وهاو السدرة. من الآخر من الآخر هو يتحمل المسؤولية. ثم شكون يقول لك راهو يمر بظروف نفسية صعيبة؟ كل واحد باش يجيب لنا، احنا هذا لا يهمنا، نحن نعلق على مباراة، نعلق على أداء على الميدان، التحليل من بعد تو يجيب. هو سيد رئيس الجمهورية مقداد، معذر على المقاطعة، هو في الخطب الأخيرة الكلمات اللي يلقيها في افتتاحيات المجالس الحكومية يقول بصريح العبارة، يقول إن ما يحصل ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزهم الحنين إلى ما قبل 25 جويلية. تعريج قبل أن أحيد الكلمة لسيد نوردين. التعريج هو نفس الكلام يعاد في كل أي في كل مكان وزمان. هو الرئيس عنده سيدي، ممكن ما هوش هو اللي قاعد يتكلم، لعله هو يستعمل في شفايفه فقط، اما نفس السيدي هو اللي قاعد يعاود فيه الرئيس تاع الخونه والسراق واللي بهم وهؤلاء والاشباح واللي عليهم واللي ضده والغرف المظلمه. تقريبا حتى الاطفال الصغار اليوم ولو مستمتعين بخطاب السيد الرئيس ويضحكوا ويشيخوا عليه زادا كي يتفرجوا فيه، على خاطر هو بيدو تقريب يعني ما عادش عندنا باش الحقيقه. اسمح لي لا ارى في حلقتك هذه، مع احترامي طبعا لسؤالك وانت اعلامي تسال ما تريد، اما لا لم 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 يعد بالنسبه الي اي اهتمام في ان احلل شو يقول الرئيس. عندي اهتمام فيما بعد الرئيس، عندي اهتمام في هل ان المعارضه فيها رجال فعلا اتعظوا من اخطائهم، تابوا وثابوا الى رشدهم، فهموا اللحظه، عارفين مخاطر تونس ومنزلقاتها، فاهمين معاني الاصطفاف الوطني الحق في المستقبل، فاهمين أخطائهم اللي عملوها في العشر سنوات اللي فاتت ومعارك التطاحن وفوضى البرلمان والشيء اللي صار الكل، مع أنه هذا ليس مبرر لأي انقلاب. نعم، لكن نعم سوف نأتي على هذا إن شاء الله في الجزء الثاني سي مقداد، هو عند الحديث على دعوة مواطن ضد الانقلاب إلى مسيرة السادس من فيفري يوم الأحد. قبل أن نحيل الكلمة سي مقداد، حاول أنك تنزح قليلا للشمال حتى تكون الصورة واضحة بالكرسي. تفضل سي نوردين. بعد تحذير المنتدى الاقتصادي العالمي وتحذير مجموعة الأزمات الدولية كرايسيس جروب، يأتي تحذير البنك المركزي التونسي البارحة، هذا يعني سب القضاء سبينا مجلس النواب. هذا البنك المركزي البارح في بيان واضح يعرب عن قلقه من تأخر توفير الموارد المالية لميزانية الدولة، ويؤكد أن موجة الغلاء سوف تستمر أكثر مما توقع، وحكى عن نسبة التضخم اللي في 6.6. هل بدأ موسم الحساب منذ الشهر الأول الميزانية سي نوردين؟ كيفاش ما سمعتش؟ لم تسمع سؤال؟ نعم سؤال. حاول تتأخر قليلا سي نوردين، اسمح لي. نعم سأعيد السؤال، حاول توخر قليلا سي نوردين هتكون الصورة واضحة. طيب هل تسمعني سي نوردين الآن؟ أنا نسمع فيك مليح من الأول. لما طيب السؤال ما
سؤالنا هو هل بدأ موسم الحساب بعد 6 أشهر من تفرد السلطة كل السلطات؟ هل آن للتونسي أن يحاسب رأسا الرئيس السعيد حول المآلات الاقتصادية السيئة، أم أنه هذا حصاد 10 سنوات وبالتالي الرئيس السعيد غير مسؤول عن مآلات الوضعية المالية؟ عندنا زوج زوايا للرؤية. هي الزاوية السياسية، أما أزمة سياسية من قبل 25 سنة في تعبير آخر على الأزمة، التصعيد لها، التعفين لها، دفع لها إلى مدار وإلى مدار كثيرة. إذن تداعيات التعبير الاجتماعية منبتها وأصلها من أزمة سياسية. أزمة البلد هي في البداية أزمة إدارة بشكل عام. سيد نوردين، نعتذر منك سيد المشاهدين، الصوت للأسف الشديد غير واضح، نحاول الزملاء يتصلوا بك من جديد، وحاول توخر قليلا باش تكون الصورة واضحة. نعول نحاول ونجتهدوا، نعرف أنه ثم بعض الصعوبات، نحاول سيد نوردين، يهمنا كثيرا ويهم السادة المشاهدين أنه يتلقوا صوتك بوضوح. سيد نوردين نعيد اتصال بك، واسمح لي نعود بالسؤال لزميل مقداد المجري. سي مقداد، اليوم تحدث التقرير عن زيارة مولن وزير المدير العام الخزينة الفرنسية، والخبر الأول أول من ساقه هو لأفريكا تليجونس، وتحدثت أنه في هذه الزيارة، ولو أنه اليوم السفارة الفرنسية بتونس قالت أنه الزيارة كانت بطلب من تونس، يعني التقرير أو خبر لأفريكا تليجونس تحدث بوضوح أن هذه الزيارة فيها تمهيد لدخول تونس إلى نادي باريس، ونادي باريس هذا ما يدخلوه إلا الدول التي تمر بصعوبات اقتصادية كبيرة. والشرط الأول بطبيعة قبل ما يدخلوا نادي باريس هو يوافقوا على شروط صندوق النقد الدولي. بعد كل خطابات السيادة وكما قلت أنه رئيس الجمهورية طيلة 6 شهور يقول احنا عندنا الأموال وقادرين باش نسوي أمورنا دون الذهاب إلى هذه أمك صنافة والدول المانحة اللي تفرض علينا شروط تمس من استقلاليتنا. نعم أستاذ حسين، الفرق كبير بين الشرف وبين الحديث على الشرف. الحديث على الشرف يحتاج إلى لسان، لكن الشرف يحتاج إلى سيرة وإلى موقف وإلى ثبات وإلى فترة زمنية باش تحكم فيها على شرف الإنسان أو شرف الجماعة أو شرف أي كيان أو حتى شرف الدول والمؤسسات السياسية. يعني نحكي على مؤسسة قرطاج، اليوم الرئيس طبعا يحكي على السيادة. فرق بين تحكي على السيادة وبين أنك تحافظ على السيادة فعلا، فرق كبير برشا. رئيس الدولة تقريب هو المعاني هذه أكثر واحد حكى عليها في تاريخ تونس. لم يتحدث إنسان على تطبيق القانون وعلى الصرامة وعلى السيادة الوطنية كما تحدث الرئيس الحالي إطلاقا. نعم، ولكن هو يغرق ويغرق وهو ينتشي بتزمير المزمرين اللي خرجوا يوم 25 جويلية فرحانين، أما ما هوش قاعد يسمع في التزمير الأخر اللي جايه من برا، تزمير المخاطر، تزمير يزمروا عليك بالكبير مؤسسات كبيرة محترمة ولا يضحك عليها ويسمي فيها أمك صنافة. نعم، أمك صنافة بيدها السكين، وأمك صنافة بيدها حبل المشنقة، والقاتل الاقتصادي بتاع الشعوب هو القاتل رقم واحد، the first killer، هو القاتل الأولاني هو القاتل الاقتصادي. ما عدناش نشوفه دبابات واجتياح وطيارات، ثم نادي باريس أو نادي الارتهان المالي. سي قيس سعيد يحب يبيع تونس مش إعارة، باش تلعب بلاش فلوس في النادي الارتهان المالي أو نادي باريس. شو نلعبوا غادي، أما نلعبوا بلاش فلوس، نلعبوا نعرقوا فقط ونعرقوا نشحبوا
ونقعد غادي نادي الارتهان المالي نادي باريز. نعم مقداد هو اسمح لي نتفاعل، هو عند توقيع قانون المالية مرسوم القانون المالية 2022 كان صرح السيد رئيس الجمهورية أنه مش راضي على مضمون القانون ولكن إكراهات، الإكراهات هذه التي برر بها إمضاء قانون المالية، وتعرف قانون المالية فيه قيود مجحفة، وفي الحقيقة هو لم يغفر لسابقيه مرور تلك القوانين ولكن غفرها له. اليوم بعد أن تعذر تعلل عفوا بالإمضاء بإكراهات الدولة وأمام هذه الصعوبة الاقتصادية، يعني الحديث مش حديثنا اليوم، الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر والاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين في بيانات البارح وقبل البارحة نبهوا إلى خطورة التطور السيء للأوضاع، الطوابير اللي ما كناش نشاهدوها إلا زمن الاستعمار، هذا كلام اتحاد الجهوي للشغل بالقصرين. رئيس الدولة إذا ثم حديث هو عن ذهاب إلى نادي باريس، يعني هالصعوبات هذه هل تبرر، هل سعيد سوف يذهب مرغما إلى نادي باريس أم أنه يرجع لطاولة الحوار ويقر بالصعوبات الاقتصادية ولا يواصل في عناده رفض كل الخصوم السياسيين ووحده يذهب إلى نادي باريس؟ كل المؤشرات تقول بأن صحيح لا عودة إلى الوراء، ثم حتى تاريخ نجم يرجع ناس وأمة وشعب للوراء، ووهم من يعود الوراء، حتى أن هناك من يريد أن يعود الوراء، مثل ما كل نجم يرجع الوراء، ولكن أيضا هذا القوس الذي فتح هو يغلق نفسه بنفسه، هذا القوس الموجود هو يعدم نفسه، هذا المسار وهذا النفق الذي دخلنا فيه لدرجة أنه أصبح قيس سعيد عاجزا على أن يقف أمام أي صحفي في العالم. ولنتذكر جيدا مندوبة أو مراسلة رويترز عندما ذهبت إلى قصر قرطاج وبقات قدامه ساعة، قالت بقيت نسمع فيه ساعة، ساعة يتوانسة، ساعة يلي تحبوا تزمروا، ساعة يلي في بالكم فليسقط السقف، المهم هذوكم هذوكم اللي من غادي هذوكم من الزعوم، ساعة قالت وانا نسمع في خطبة عصماء، خطبة عصماء على تاريخ أمريكا والقانون الدستوري في أمريكا والدستور الأمريكي، ولم يسمح لي بطرح سؤال واحد، a single question، هكذا قالتها. لأن قيس سعيد اللي تتكلم عليه أنت سي حسين بن عمر كونه هو وقع على قانون المالية مرغما، من الذي أرغمه؟ أرغمه عجزه، هو ما قالش شكون أرغمه هو، أما أنا نكمل لك الجملة، أرغمه عجزه وفاقد شيء لا يعطيه، واللي ما عندوش بدائل وما عندوش حلول ما عنده، كان القدام القدام امشي القدام القدام، لأنه هو لا يعرف يمين ولا يعرف يسار ولا يعرف الطرقات والثنايا اللي تنجم تسلكنا وتخرجنا، ما عنده إلا قدام. حالة الاستنطاح هذه هي تتكشف يوم بعد يوم بأنها تأخذنا للمنزلقات. ونسأل الشعب التونسي اليوم ما هي الجملة المفيدة اللي قالها قيس سعيد من ليجا، ما هي الجملة اللي ما هو الحل اللي جابه قيس سعيد من ليجا، هل هو خطيب، هل نحن يعني نحن هل نحن انتخبنا شخص باش يقرينا، هو مسكين مازال في باله اللي هو عنده المحفظة نتاعه باش يقري، كي يمشي لقصر قرطاج في باله اللي هو ماشي للمعهد اللي كان يقري فيها والكلية اللي يقري فيها. قيس سعيد مازال ما هوش مصدق اللي هو رئيس دولة، قيس سعيد مازال يعيش في الكابيساع وفي القهوة في الخطب ما قبل الحملة الانتخابية. يا رجل شوف، قيس سعيد هو خارج الزمان وخارج المكان، يحكي على عالم ما هوش هو بتاع تونس، يحكي على 1,800,000 شارع، يحكي على حريات وعلى حقوق، وشافش المتراك وشافش الناس اللي ماتت في ساحات الاحتجاج وفي شارع بورقيبة. نعم قيس سعيد خارج المكان
وقيس سعيد خارج الزمان، قيس سعيد يحكي على السيادة في الوقت اللي تونس تغرق، يا قال المشنوق ما ناقص إلا ما كلت الحلوى. نعم. قيس سعيد يوعد فينا بالأيام الجميلة، ولكن قيس سعيد لا يستطيع، هو عاجز على أن يقدم ولو حل واحد. نعم. لدرجة أنه هو الفوبيا رقم واحد متاعه الآن هي الصحافة، هو غير قادر على أن يعقد ندوة صحفية واحدة لدقيقة واحدة يجيب فيها عن سؤال واحد. شو تحكي لي؟ والله هذا العالم طيب السيادي. مخداد اسمحني أن أمرر الكلمة لسينوردين، إن شاء الله تكون الاتصال تم. سينوردين معذرة، نحاول أعيد السؤال وإن شاء الله تكون في الاستماع وإن شاء الله يكون الصوت واضح. منذ الشهر الأول لميزانية 2022 صعوبات كبيرة، حتى لا نقول عجز، الحكومة تجد صعوبة كثيرة كبيرة جدا في سداد رواتب الموظفين. هالصعوبة هذه هل هي نتاج تدبير وترتيب مسبق ممن يهز منحنين إلى ما قبل 25 جويلية كما يقول السيد رئيس الجمهورية، أم أنه حصيلة طبيعية لمتفرد بالسلطة 6 أشهر دون أن يملك الآليات الكافية لإدارة السلطة؟ إجابة وتدخل رئيس الدولة في الموضوع هذا مضحك جدا، مضحك لأنه يستدعي نظرية المؤامرة، وما زال يتطور للناس تتآمر من تعاليف كبيرة وصغيرة، وهذا جزء لا يتجزا من بنية عقله السياسي. الرجل اللي جاء من نهار الأول ويتحدث على الغرف وعلى اللي يخططوا وعلى اللي يتآمروا وعلى الخونة وإلى آخره، فهو يعني مازال يفكر بهذه الطريقة، وهو الدليل على أنه يعني الرجل يمثل محنة حقيقية بالنسبة للدولة، وما زالت مفردات الأزمة ستتعمق. نعم. نوردين الصوت الآن واضح، حاول توخر قليلا لبان تكون الصورة واضحة. كما قلت سينوردين اسمح لي، اي نعم خليك في الوضعية ذيك، تفضل. المظاهر الأزمة الاقتصادية من شح للموارد ومن غلاء الأسعار ومن وقوف البلاد على حافة الإفلاس المالي حقيقة، كما قاعدين يحضروا العديد من الخبراء، ولست منهم، من مهم سياسة الاقتصاد حتى قاموس الاقتصادي يعني ليس في عليه دربة، وكان الأصل الليلة بما أنك تحدث برش على الاقتصاد فالأصل تعاوننا جبلنا خبير في الاقتصاد يحكي معك مالية واقتصاد. كنا طرحنا في الحلقتين الماضيتين على المسألة الاقتصادية، الآن أصبحت المسألة يعني نعم. نحلل سياسيا يعني الوصول سمحني إلى هذه الوضعية، نحلل سياسيا سينوردين. المهم بالنسبة لنا مجرد كملاحظة، ربما ما نكون غلط فيها. المهم بالنسبة للأزمة في عنوانها الكبير في مصدرها في أصلها أزمة سياسية، أزمة سياسية تصل أسلوب إدارة البلاد الذي اختاره انقلاب 25 جويلية. المعلوم وأن بلادنا كما بلدان أخرى تعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة، خاصة بعد ما مرينا بمحنة كورونا. مناسب في واحدنا، أنت كنت تشوف نسب التضخم الدول الأوروبية تشوف الناس كلها إعانة، فكان الأصل وأنه يعني نشرح مقاربة تشاركية ونقترب أكثر من أصدقائنا، ويعني ما نتوحد على الملف الاجتماعي والاقتصادي. إلا أن 25 جويلية كما قلت وفي في 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 مناخ الأزمة لم يأتي كحل الأزمة، وإنما جاء معناتها كمفردة من مفردات الأزمة، بل كعنوان لتعفين الوضع ودفعه نحو مجاهيل احتكار إدارة الحياة العامة وأقصاء كل المنافسين وكل الشركاء الوطنيين، بل مشى أكثر كمن هكا، وهذا متصل بالإيديولوجيا الشعبوية التي يبشر بها هو وحواريه ومفسريه، يعني اتصل بتجاوز الديمقراطية التمثيلية وبتجاوز كل وسائطها المدنية والسياسية. المشكل الحقيقي يعني في أسلوب إدارة البلاد، يعني ما معناتها الأزمة الاقتصادية التي ستتفاقم،
سي نور الدين معذره مره اخرى على المقاطعه. سي نور الدين راي الصوره مش واضحه، صوره الصوت واضح، الصوره حاول تقرب قدام شوي، الله ينورك، خلي تكون الصوره واضحه. واضحه الصوت، طلع الكرون الله ينورك شوي، خلي تكون الصوره واضحه شوي، طلع الكرون، الكرون تاع البي سي ولا الهاتف هكا واضحه؟ لا مش واضحه، مش واضحة. مش ما تظهرش كلك سي نور الدين. واضحه؟ لا لا مازال تفضل سي نور الدين، نحاول تكون خاطر مش واضحه، لازم تكون الصوره واضحه صوتا وصوره. الله ينورك سي نور الدين، هذا يهمك ويهمنا ان شاء الله. حاول تنزل قليلا ولا تطلع الكرون شوي. نعم جيد جيد أوكي. الله ينور. طيب اذا قلت وانه عنوان الازمه عنوان سياسي، والاقتصادي والسياسي هو من تداعيات الازمه السياسيه. البلاد اليوم على حافة الإفلاس، وهذا كمخطر وما هوش من مصلحة لا أصدقاء تونس في الخارج ولا من مصلحة حتى الذين يقاومون الانقلاب وينتظرون باليوم وبالساعة في سقوطه، وأن بلادنا لا قدر الله توصل إلى الإفلاس أو توصل إلى الحالة اللبنانية. هذا لا يتمناه صديق ولا يتمناه حليف خارجي، ولا يتمناه وطني عميق الوطنية وعميق الانتماء لهذا البلد. هؤلاء بصدد العبث الحقيقي، قيس سعيد ومن وراءه وفريق الحكومي الفضائح، فضيحة الحكومة اللي عنده، فضيحة ما تتكلمش، ما عندهاش كوميونيكاسيون، وقت اللي تجي كي تتكلم يعني تقول كلام يعني ماهوش كي جدي وماهوش كي مسؤول أصلا. هؤلاء بصدد العبث بالبلاد بحذرها وبمستقبلها. هؤلاء ما همش مشروع متأكد فقط، انطلق من العديد من الاوهام، سوق العديد من الاوهام الشعبويه البائسه من نوع ان الفلوس عنا في تونس وان المشكله هم السراق والحيتان الكبرى والى اخره، وبالنهايه المحصله شنو هي؟ المحصله ان هذا الانقلاب هو مشروع تجويع للشعب التونسي، مش مشروع تفقير فقط، بل هو مشروع مجاعه عامه، هو مشروع كارثه حقيقيه. الآن تتخمر كل عناصر الانفجار الاجتماعي اللي مش بيوقفه حتى حد. النخب السياسية بعد ما تعرضت إلى الهرسلة وإلى التشويه وإلى الترذيل ما عادش عندها قدرة على أنها تأثر الشارع. الشارع إلى اليوم ما تحركش. الشارع هو الحقيقة يعني رئيس سعيد مما يعاب عليه كثيرا هو تقزيمه وضربه للوسائط الاجتماعية. حتى اتحاد الشغل الآن كما قلت لا وجود لقوة قادرة تأثر في صورة ما يوقع الانفلات هذا، وهذا هو الخطر الكبير. قيس سعيد لا يسمع أحدا، لا يسمع حتى حد. قيس سعيد رجل يعني معناتها بما فهمناه اللي هو معناتها مش معناتها كسهل باش يفهم قيس سعيد. اللي فهمنا من قيس سعيد وأنه من خلال الانسحابات الكبيرة في فريق العمل متاعه، هذا الدليل على أن الرجل لا يستمع إلى لأحد، يعمل إلا رأي كراسه، ورأي راسه وللأسف الشديد بدون تكوين سياسي وبدون كرؤية وما عندوش كمشروع، وجملته السياسية ضعيفة، ويعني حتى معناتها يحاول يقول في كل مرة يحاول يبرز نفسه في صورة المثقف. احنا نفهمه متى شوية ومخلطين مجتمع النخبة، رجل بعيد كل البعد على ان يكون مجرد نصف كمثقف. فالرجل من خارج الحيز اسمته السياسي، الرجل قلت بصدد العبث بحاضر البلاد وبمستقبلها، يجب علينا ان نعمل ليلا نهارا بالاسلم والممكن لغلق هذا القوس القبيح في تاريخنا السياسي الحديث. قيس سعيد والفريق الذي معه بصدد دفع البلاد الى مجاهيل الفوضى والى مجاهيل الانفجار الاجتماعي العام الذي كما قلت معناتها لا نتحكم فيه، ما نجموش ناثروه، ما ثمش نخبه سياسيه يعني علاقتها حميميه ومتعمقه في الحوم الشعبيه وفي الشوارع وفي القرى وفي الارياف قادر على مسك الشعب على ان يخرج ويحرق الاخضر واليابس. نحن في منعرج حاد، ولأول مرة وهذا نسجله من داخل المجتمع النخبي من داخل المجتمع السياسي، لأول مرة نشوف في خلل رهيب
للمخيال السياسي لدى النخبة السياسية، ونحكي حتى عن النخبة المعارضة أو المقاومة للانقلاب. الذكاء التونسي الآن يعني على المحك، تعودنا بعنوان الاستثناء التونسي، وأنه في المنعرجات الحادة وفي الأزمات الحادة يعني التونسي في آخر الدقيقة ينقذ ما يمكن أنقاذه، ويوجد التسويات ويوجد أفاق للخروج من الأخاديد الحادة. في هذه المرة قاعد نشوف في بهتة كبيرة برشا، شوية الاحتجاج القومين به مواطنون ضد الانقلاب وكذا والآخر ما يكفيش، وماهوش هو المطلوب أصلا. هذا كلام قلته أكثر كم المرة. يعني سينوردين سوف نأتي، اسمح لي سوف نأتي، سمحني خلينا نكمل، سأعطيك كلمة باش ما تتأولش تأويل خاطئ. قلت هي ديناميكية كي ضرورية، وشرف كل الشرف للذين يعني خرجوا في الشوارع في الوقت اللي كان معناتها نظام يعني الانقلاب يبث في الرعب، وحقت أهدافها الاحتجاجية المباشرة. ولكن كما قلت أنا نحكي على هندسة مشهد ما بعد الانقلاب، على حلول جدية لمشاكل عميقة ملموسة محسوسة موجودة أمامنا، تتصل بوقوف البلاد كما قلت من الاستقلال، من منذ الاستقلال ما صار في هذا البلاد راي على حافة الكارثة، البلاد راي على حالة الإفلاس. ما تم حتى حد في النخب قدم يعني كرؤية، ولا تم رغبة أصلا لأنها تجتمع. قاعدين نستنوا في الاتحاد عام تونسي مثلا للشغل باش يجمعهم، وهذا يا فهمت مع الانقلاب، ولكن والآخر يعني معارض الانقلاب، ولكن وهذا ما يخدمش مع هذا. حسابات ذاتية، نعم، حسابات قوية يعني تحيل على تعفن حقيقي في المجتمع السياسي. الأزمة كمزدوجة، أزمة الانقلاب الذي كما قلت يسير بالبلاد نحو الكارثة، وأزمة في المجتمع السياسي وفي المجتمع الحزبي اللي ما هوش قادر على أن يجتمع على تولف كحوار ويشترح الأسلم والممكن والجد اللي يمكن يتوق في الداخل وفي الخارج للخروج من الأزمة بقيس السعيد أو من غير قيس السعيد. نعم. هذا ما يفتح معناتها الحال والمآل على حلول استثنائية ربما تكون أسوأ بكثير من هذا الانقلاب الفضائي. نعم نور الدين، الله ينورك. لما أشاء اسمح لي رجاء، لما شاء المقاطعة فقط أردت التنويه، لأنه لنا تقرير ثاني فيما يتعلق بحراك السادس من فبراير المقبل، وسوف نناقش يعني هندسة مشهد ما بعد سعيد وماذا تبغي المعارضة. فقط عودة لسي مقداد زميلنا قبل أن نذهب للتقرير. مقداد، عودة على الاستشارة الإلكترونية، تعرف أنه الرئيس سعيد قد وضع هذه الخارطة، هل يسمى فيها الخارطة الانتخابية، بدأها بالاستشارة القانونية، بدأت في مرحلة أولى من غرة جانفي، ثم قالوا ثم عطب وخروها النهار 15، حاليا الاستشارة الإلكترونية كنشوفوا أغلقت شهر جانفي عند الرقم 116، حط أنك تحل على المباشر الاستشارة الإلكترونية ماهيش بعيدة عن الرقم هذا، نسبة 0.98% في أول شهر. وإذا كان وصلنا بهذا النسق، وأنه كثيرون يرون أن النسق في تناقص وليس في ازدياد، فشل هذه الاستشارة التي يعول عليها الرئيس السعيد في بناء المشروع، ما يسميه المشروع الجديد، كيف تراه؟ مشروع الجديد لماذا قيس سعيد ما عنده حتى راجل ولا امرأة معاه في تونس ينجم يخرج ويفسر لنا مشروع الجديد؟ شفتها مجماعة الحملة التفسيرية متاعه كيفاش من أول سؤال يرشق عينيه الفوق وكأنه يغشى عليه من الموت؟ شفتش ما ثم راجل ولا امرأة يطلع على تونسيين ويفسر لها مشروع الجديد؟ يا أخو يا حسين، نعم، الأرقام التي ينبغي أن نقولها لتونسيين المزمرين المزمرين الذين يزمرون أيضا، هم مزمرين ويزمرون. ثم توانسة برشا ينجم يخرجوا للخارج، وتوانسة مسمار في حيط عندها من الوظيفة العمومية، نحكي على توانسة أخرين. الأرقام الحقيقية اللي يلزمنا نقولوها لتوانسة مش أرقام الاستشارة الوهمية الوطنية بالتاء، لا، الأرقام اللي قلوها آخر تقرير على وضعية المؤسسات العمومية المرفق لمرسوم المالية لسنة 2022،
نعم، اللي هي الأرقام هذه حتى الدول اللي تعيش حرب أهلية ما توصلش فيها. الدول اللي تعيش حرب أهلية لا يمكن أن تتوفر على أرقام كارثية كبعض من التي سأدلي بها الآن. CNSS خاسرة 1070 مليار، نعم، وعندها 3346 مليار ديون. CNRPS الصندوق الاجتماعي الثاني خاسر 190 مليار وعنده 3562 مليار. الكنان 704 مليار وديونها 2534 مليار. ما تحكيش على ستاك، وستاك ما يهمناش برشا خاطر رئيسنا ضاوي ويضوي علينا بكلامه ما نستحقوش، نور من عند ربي. السوناد خاسر 129 مليار على اللي شربنا، ديون 984 مليار. التونسار والفوسفات، جميع المؤسسات، ديوان الطيران، الستيان، شركة النقل، الشيمينو، العجيل، حتى اللي تبيع في البترول خاسرة. اللي تبيع في البترول خاسرة 30 مليار وديون 890 مليار. شركة تونس لطرقات السيارة. هذه الأرقام التي ينبغي عبر منبرك هذه أن تصل لأذهان التونسيين المزمرين والمزمرين. بنك الإسكان البهاش، بنك الإسكان هو بنك خاسر 73 مليار. البنك التونسي للتضامن إلى آخره. أما ثم رقم مش موجود باش نعطيه لك حصريا. الاتحاد الشغل عنده 18 مليار ديون عند صناديق الاجتماعي، لا هو يعمل في التصدير ولا في التوريد، لا عنده تعليم ولا عنده دي كونتينر في رادس. نعم، وكاين ليه كما بعض رجال الاعمال ولا عنده حتى خسائر. علاش 18 مليار مسال للصناديق الاجتماعيه والرئيس ضد الفاسدين ويقابل الطبوبي ويبوسه وما يقولوش بربي ياك السوارد قبل الضب والمعري واللغة هذيك الكل؟ وينهم السوارد نتاع الشعب نتاع الصناديق الاجتماعيه؟ وينهم؟ اين وين السوارد يا رجل؟ حسين بن عمر الآن 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 إلا من سفه نفسه، إلا ثم عباد ينتظر اللي باش يؤمن لازم أن تبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء باش يمن أنه ثم يوم قيامة. ثم ناس حتى وقت الحشرجة ما يؤمنوش. فرعون قال اللي هو آمن برب بني إسرائيل وقت اللي ما وفاء عليها الشيء. نعم. أدركه غرق. ولكن راهو ننسى اللي فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى راهو مات بالغرق. قال أنا ربكم الأعلى لكنه مات غرق. الضر بيعرف شعوب. هو قال أنا ربكم الأعلى يعني هو رب البحار يعني. أما الضر ما يعرفش مسكين يمشي متر ويغرق يستل. نحن اليوم قدام مشهد سريالي كوميدي، وانا عندي علاقات ببعض الاجانب، خليني نحطك في الصوره بكل صراحه. نعم. فيسالونني والله ابكي، والله ابكي خاطر قالوا لي تونس نتاع 2011 نتاع السبسي ما سالش. الصوره نتاعها انذاك كانت ملهمه. كنا نكابد وتعبين وما خرجناش ثروات بطينيه وما عملناش ارقام اقتصادية عملاقة، ولكن كان هناك منسوب الأمل، كان هناك اسم متاع ثورة أيقونة، وكان يمكن أن يبنى عليها 10 سنوات مختلفة. نقول هذا ولا حرج ونعلم حجم إخفاقات. أما أن نذهب إلى النفق، هي كونتينر مسكرة وفي نفق مظلم ولا عندك لا بنزين ولا عندك ضوء ولا عندك هواء، ومع ذلك نصفق. نعم. ونقول قد سعيد إلى الأمام. أنا نحب نخاطب الجماهير المزمرين، المزمرين هم مزمرين ويزمروا. نحب نخاطب هؤلاء نقول لهم أنتم اليوم جيد أنكم تلعنون 10 سنوات بفوضى. من حقكم بالمشهد الإعلامي الموجود وبإخفاقات كثيرة، ولكن أيضا 6 أشهر هي كافية اليوم
باش نجم تفهم المحصلة، ما هي كفاءات قيس سعيد، ما هي عبقريته، ما هي علاقاته، ما هي سفراته للصين اللي عملها وكوريا الجنوبية ومشى لشركة سامسونج ومشى لشركة تويوتا وطلع للبرازيل ومشى لفنلندا ومشى من غادي هبط لجنوب أفريقيا، ما هي الرحلات اللي عملها باش يفك أزمتنا المالية وباش يخلق لنا شركاء جدد. نعم. وباش هو متطلع لعالم جديد، هو حد مسكين قصر قرطاج وشوية المنيلة. يا شعب جياتك أيام سوداء بحول الله عز وجل. ليش؟ ليش؟ لأنه هذا المسار اللي موجود ينبغي أن يقطع وفي أقرب وقت ممكن. لكن الموجود مخداد مخداد قاعد يتكلم بأنه مسنود ويحكي على الشارع ويمنع الشارع. الشعب اليوم بالتظاهر السلمي، أنا نحكي على التظاهر. نعم. والإحتجاج السلمي، المزمرين اللي تغيرت نظرتهم ورأوا ما رأوا من هول الخطب ومن هول ما ينتظر تونس، عليهم أن يخرجوا كقوة معبرة محتجة كما احتجوا على 10 سنوات، أن يحتجوا على مسار المتاهات كذلك. نعم مخداد، هو اللي يدفع الضريبة هو المواطن البسيط، المواطن ضحية القديم والجديد، ونحن يعني بطبيعة الحال الواحد يشعر بألم كبير ويوميا نسرد في الأرقام السلبية. يعني لا تتصور وتصور المواطن أنه مرتاحين عندما نسرد هذه التقارير السلبية عن تونس للأسف الشديد. نور الدين مرة أخرى معذرة، خليك في الوضعية هذيك، الله ينورك، نفهم الوضعية صعبة، الوضعية غير المسبوقة هذه. قلت لك عادي جدا أنه نتاج الهرسلة، الترذيل الأحزاب، ترذيل البرلمان، يعني نتيجة منتظرة لسلسلة متواصلة من ترذيل الوسائط الاجتماعية. نفسه رئيس الجمهورية لا يحترم ولا يعتقد في هذه الوسائط. في صورة ونحن وصلنا إلى هذه الوضعية غير المسبوقة اقتصاديا، عادي جدا أنه ننتظر الانفلات لقدر الله، و ان شاء الله ربي يودي اصلاح. هذا شنو نقولوا احنا؟ اي تماما، هو شويه من حلنا وشويه مرتبط لدين في مستوى مساله يعني ترذيل النخب ومؤسسات الدوله وغيره، لانه بالفعل يعني بعض المشاهد اللي كانت موجوده في البرلمان ربما كانت مقصوده وموجهه، وربما كانت من ضمن يعني الخطوات في تمهيد الطريق للانقلاب، وربما كانت بالتنسيق المباشر، ربما كانت بالالتقاء الموضوعي، ولكنها بالنتيجة يعني اللي شفناه مثلا في البرلمان، ثم اللي شفناه من سقوط الحكومات ونمط الحكومات اللي قامت بعد انتخابات 2019، كلها تحيل على مسألة وحيدة وواحدة، وهو العبث المعمم في مجتمع الحكم وفي مجتمع النخبة، اللي خلى جزء كبير ياسر من الشارع من الشعب التونسي ينحاز لل 25 جويليه ويرى في الانقلاب معناتها ممكن انقاذ الوطن. هذه حقيقه لازم نقر بها. المهم اليوم يعني انا من هالاول قلت تونس الديمقراطيه اقوى بكثير من الانقلاب، بشرط انها تجمع مقومات قوتها الرمزيه والماديه والسياسيه والبشريه، وتعرف كيفاش تطبها في استراتيجية المقاومة واضحة من حيث المنطلقات والأدوات والأهداف والأفاق. الآن بعد ستة مدها في أكثر من ستة شهور من الانقلاب، نقولها وللأسف بكل مرارة ومن خلال يعني اطلاع كنسبي على كواليس مجتمع النخبة، نقول وأنه يعني النتيجة يعني ضعيفة، يعني نتكلم لغة دبلوماسية لهنا، من تتباشى من حبش نغرح أصحابي، وخاصة أغلبهم في فنادق المقاومة اليوم للانقلاب، لكن نقول بكل وضوح وأنه النخب الديمقراطية الحقيقية المستأمنة على الديمقراطية، ما نحكيش على اللي بكلوا الفيستا وعلى اللي فضحوا لمساندتهم للانقلاب، ما نحكيش على اللي مدالوا إلى حد الآن يبرروا ويسووا ويتمنون تحول الانقلاب من القمع الناعم إلى القمع الصلب لتصفيه حساباتهم الإيديولوجية وأحقادهم وأمراضهم النفسية، ما نحكيش على الجزء هذا من النخبة، ومعروفين
بالاسم الان ومفضوحين ويعرفهم الراي العام، وهذه اللي ربما من مكاسب ومن بركات الانقلاب اللي كان عرفنا كيف نتعامل معهم ما بعد يعني غلق القوس القبيح هذا. انا نحكي على النخب وعلى الاطراف الجديه، يعني الاطراف الجديه هذه اولا ما قامتش بنقد كيفاتي، كانت عندها فرصه يعني بعيد الانقلاب مباشره، قلنا وكتبنا في اكثر من منبر بان الانقلاب ايضا هديه قدر للاطراف الفاعله اللي ما خلتش تنفس، ما لقاتش يعني متها الوقت من 14 جون في 2011 اليوم الناس هذا باش تراجع استراتيجيتها وتراجع مثلا في خطابها وتعاود مثلا كي تنتج نفسها في زمن الحداثه السياسيه، لانها ليست بنت الحداثه السياسيه، اغلبها كانت كي تنتمي لكونت المناضله، اغلبها كانت تنتمي الى زمن ما قبل الحداثه السياسيه وما قبل الديمقراطيه، وحتى في هياكلها وغيرها يعني فيها قليلا او كثير من ثقافه الاستبداد وثقافه ما قبل الديمقراطيه. قلنا وانها كانت فرصه للاحزاب الجديه وللاطراف الجديه لانها تعمل مراجعات عميقه وتنشر المراجعات هذه على الراي العام، مش كان عامل في لجنه داخليه وقلت راه اخطات في كذا وعدلت في هذه، هذيك مشاكل في التقرير. انا نحكي على الراي العام وعلى صوره اردين اردين اسمح لي بعد نصف عام اسمح لي زاد يقول لك يجب ان ننظر الى نصف الكاس الملآن بعد ستة اشهر عندما تتحدثون عن انقلاب، صحيح تجاوزات يعني في حق الحريات في حق الحقوق، لكن بعد ستة أشهر ورغم ما يبديه رئيس الجمهورية، هذا مش كلامي أنا، من نهم كبير في السيطرة على السلطات، ورغم ذلك تجد المؤسسات القضائية، تجد المجلس الأعلى للقضاء، تجد جمعية القضاة والقضاة والقضاة الشبان يرفضون بالصوت العالي تدجين القضاء. اسمح لي فيما يتعلق باختطاف نور الدين البحيري، هذه راوي زادة سابقة مهمة جدا، أن تجد السلطة التنفيذية تراسل معناتها ضغط على وكيل الجمهورية بتونس، وكيل الجمهورية ببنزرت، وكيل عام محكمة الاستئناف، ورغم ذلك يصر القضاء أن المختطف البحيري ما ثمش ما يدينه، أليس حري بالإشادة وأنه هذا مكسب مهم جدا، وبالتالي راهو مش كل شيء مظلم. ستة شهور بينت فعلا أنه العشر سنوات هذه المكسب الحريات راهو فعلا فيها مكسب حقيقي، توجهون بعدك في نقد الأطراف السياسية. عم شوف يا سي حسين، ما قلته كله هو أكثر منه كصحيح. احنا قلنا أنه تونس الديمقراطية أقوى بكثير من أي منزع انقلابي أو منزع الانفراد بالسلطة وبالحكم في تونس، بمعنى المقصود منه أن عندنا مجتمع سياسي وعندنا مجتمع مدني وعندنا مثقفين وعندنا إعلام وعندنا تقاليد في المقاومة المدنية والسلمية والسياسية لكل يعني، وعندنا 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 شروط ممانعة حقيقية من ضمنها استقلالية القضاء اللي تحدث عليها وغيرها. هذا سبب سواء هذا يعني من ثوابت التحليل عندنا وركزنا عليه في أكثر من مرة. الآن احنا قلت لك البلاد أمام يعني سيناريوهات مفزعة جدا، أمام ممكن كارثة وطنية حقيقية عنوانها إفلاس الدولة، فهموها شو معناها إفلاس الدولة. هذا ما عادش حديث متاع سياسيين ومتاع مجاهدين ومتاع معارضة، هذا أصبح ماثل وحاصل وملموس ومحسوس بشهادة أطراف دولية ومؤسسات دولية وازنة وبشهادة خبراء ونسمع فيه بشكل يومي، ومستندات وعناصر التحليل هدايا يعني معروفة ومتداولة. يعني أزمتنا المالية وأزمتنا الاقتصادية اتعفنت ومشات في مسار يعني مختر كبرشة. إذن احنا أمام سؤال ما العمل الآن وهنا من هذا المنظور. أنا قلت وأنه الانقلاب هو مشروع مجاعة عامة ما ننتظر منه حتى شيء، العقل السياسي اللي قاعد يدير في الدولة عقل باهت عاجز غير قادر على إدارة يعني مدينة صغيرة أو إدارة يعني وحدة ترابية صغيرة، فما بالك بالدولة. كما ذا رددناه وقلناه أكثر من مرة، التشخيص الناس كلها تقول دون ما التشخيص، عارفين يدير وغطاه الآن ما العمل، فمش أفاق تحل. قلت وأنه من عوائق الحل الآن وهنا وأن الأطراف المؤهلة بأنها تكون الرد السياسي المباشر على فضيحة انقلاب 25 جويلية هذه الأطراف وللأسف
مع مرور الأشهر والأيام يتبين وأنها شريكة بدون أن تشعر في تعقيد الوضع وفي فضيحة الانقلاب في تأبيد الحالة الاستثنائية اللي كما متى نعم قلت يعني أثارها وتداعياتها خطيرة كبرشة. ومن مظاهر جبت متها حاول انزل شوي سي نور الدين باش نشوف الصورة، انزل شوي الله ينور. طيب حاول ما استطعت. نعم إذن قلت من 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 مظاهر هذه الشراكة البائسة في تعفين الوضع ان الاطراف الجديدة كنا ننتظر منها وانا نقدم نقدها الذاتي وتقول رانا متى اخطأنا هنا ورانا باش نجددوا هنا، وهي الرؤية متى نتاعنا لتونس ما بعد الانقلاب. هذا من الاشكال اللي كان نسمع فيه. إضافة إلى أن إلى حد الآن فما يعني وقت تسأل معناتها أي طرف شنو الحل، فما معناتها زوز أجوبة معناتها أساسية. واحد يقول لك الحل في الحوار، واحد يقول معناتها الحل باش يكون من خارج المجتمع السياسي والمجتمع المدني، بمعنى حل استثنائي كالانقلاب الصلب أو الانقلاب الناعم الجديد. نواصل في نعم نواصل الحديث في السيناريوهات هذه بعد نشاهد التقرير حول المسيرة التي سينظمها مواطنون الانقلاب وحركة النهضة يوم الأحد المقبل، تنديدا باستمرار انتهاك الحقوق والحريات ورفضا للانقلاب كما يقول بيان مواطنون الانقلاب. ثم راجعين. بعد أن اختار حراك مواطنون ضد الانقلاب التصعيد وانتقل إلى الجهات الداخلية وآخرها جابس رفضاً للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وتنديداً بالمسار الانقلابي الذي ينتهجه سعيد وما له من انعكاسات خطيرة على البلاد، أعلن الحراك هذه المرة عن تنظيم تحرك احتجاجي آخر في العاصمة وتحديدا في شارع الثورة يوم الأحد القادم، رفضا للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري. كما أعلن الحراك وفق نص البلاغ أن النزول إلى الشارع الهدف منها هو رفض الانقلاب والتنديد بالملاحقات الأمنية والإيقافات التي تستهدف النشطاء والمدونين، هذا على غرار دعم المجلس الأعلى للقضاء والتنديد بهرسلة القضاء ومحاولة تركيعه واستهداف مسار استقلاليته. حركة النهضة دعت بدورها قياديها وأنصارها إلى النزول للشارع استجابة لدعوة حراك مواطنون ضد الانقلاب ورفضا للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور. كما نددت الحركة بالتجاوزات الحقوقية التي ارتكبت في حق القيادي بالحركة نور الدين البحيري سيما بعد مرور 34 يوما على اختطافه، محملة مسؤولية سلامته لرئيس الدولة ولوزير الداخلية. وللإشارة فإن تونس تعيش منذ الانقلاب الدستوري على وقع التضييق على الحريات وإحالة المدنيين على القضاء العسكري لمجرد التعبير عن آرائهم وتحول انتقاد ممارسات الرئيس الاستبدادية إلى جريمة، إذ أصدرت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب من متساكن باردو بتهمة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، وذلك بعد نشره لفيديو تحدث فيه عن البرلمان المجمد أعماله ورئاسة الجمهورية. إيداع هذا الشاب السجن لم يكن الأول من نوعه منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية، بل تم إيقاف عدد من المدونين ووجهت إليهم نفس التهمة بعد نشرهم لفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعية. وفي إطار السياسة الاستبدادية للرئيس، فقد شهدت العاصمة الشهر الماضي مشاهد عنف لم تشهدها منذ الثورة، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ونفذت خلالها عشرات الاعتقالات بشكل عنيف انتهت باستشهاد رضا بوزيان. وكانت قد استنكرت أكثر من 20 منظمة حينها القمع البوليسي والهمجية على الصحفيين والمتظاهرين، كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود سعيد إلى المحافظة على حرية الصحافة والتعبير. هذا ويجمع مراقبون دوليون على أن الحرية العامة والخاصة آلت إلى الانحسار بشكل مريع في تونس منذ أعلن قيس سعيد التدابير الاستثنائية في وقت يجر فيها البلاد إلى مربع الاستبداد ومصادرة الرأي الآخر. فهل سيصمد انقلاب سعيد أمام التحركات الداخلية والتحذيرات الدولية؟ نعم مقداد الماجري، كنا نستمع لصديق نور الدين وسيناريوهات التغيير. يقول مقداد أنه الانقلاب
مشروع مجاعة. سي بغداد هل تسمعني؟ فقط ما يعيق التغيير هو وجود نخبة حتى من داخل المعارضة صنيحة حتى وإن بحسن النية تعمل على إطالة العمر الافتراضي لهذا الانقلاب. مش واضح اللي قاعد تقول فيه أخي حسين، لو تتكرم بالإعادة. معذرة، يقول لك أنه نوردين يقول لك أنه لا خلاف في كونه الانقلاب رأى مشروع مجاعة، لكن ما يطيل عمره الافتراضي هو وجود نخبة حتى من داخل المعارضة صنيحة يؤدي حتما إطالة عمر هذا الانقلاب حتى من حيث لا تدري، يعني أن المعارضة بتلوناتها غير قادرة فعلا على إحداث التغيير المطلوب، والحال أن تونس تعيش أزمة غير مسبوقة سوف يدفع ثمنها المواطن البسيط المستقيل عن المعارضة وعلى الصعيد ومولاته في كلا الحالتين. نعم، هذه المداخلة الأخيرة زميلي العزيز. نعم، نحاول إن شاء الله، لأنه أنا مشكلة في الصوت، أما تفضل لك كلمة ونعرج على ما تراه صالح سي مخداد. طيب، أنا فلتكن مداخلتي الأخيرة بعد إذنك لأنه عندي التزام. تفضل سيدي. شكرا فضلك وفضل القناة على هذه الاستضافة الكريمة. يحزنني أن أقول فعلا قد تكون هناك أمور تغيرت. رأينا الأستاذ نجيب الشابي مثلا في مواقفه وفي وقفته وفي تصريحاته كذلك في بعض منها، رأينا أن الرجل تغير كثيرا وأن الخصومة الكبيرة مع يعني مع أعداء القدم طوال 10 سنوات، يعني الرجل عمل المراجعات وفهم بأن هناك شكون أخطر من خصمه الأزلي القسمه القديم. نعم، فهم من هو أخطر على تونس. والحقيقة هناك يعني هناك تصريحات لابد أن نثني عليها ولابد أن نعطيها قيمتها ومقامها خاصة في مثل هذه الفترة العصيبة على تونس. والخط العام مقداد هو أن المعارضة تقترب، حتى وإن إلى حد الآن لم تنجح في تكوين جبهة سياسية، فإنها الخط العام وأن المعارضة بصدد الاقتراب من بعضها. شوف، نعم، يعني اقترابها من بعض هذا مهم. أنا أراهن على كيمياء الزمن. نعم، وأراهن أيضا على قيس سعيد، لأن قيس سعيد هو أفضل من يعرقل قيس سعيد. قيس سعيد هو أفضل من يهمش قيس سعيد، وقيس سعيد أعماله وتصريحاته وتناقضاته هي أفضل حاجة قاعدة تعاون على إنهاء قوس الانقلاب. هذا مهم، لكن أيضا يحزنني كثيرا وأجد كثيرا من العناء في أني نتكلم على الحالة التونسية ولا أرى الحقيقة معارضة حاضرة جاهزة لتلقف اللحظة وإدخال تونس في مسار جديد ينفس عليها سياسيا واقتصاديا ويحطها أمام صورة إيجابية تشيع الأمل في نفوس المحبطين، في نفوس التوانسة. نحب نرجع إلى هؤلاء المزمرين ذوك واللي زمروا واللي قاعدين يفيقوا، وهذوكم هما اللي نراهن عليهم أنا الكابيتال ذاك اللي قاعد يتحول من كفة ميزان إلى كفة أخرى. لابد أن يتحول وينتقل بسرعة من الكفة متاع التزمير إلى كفة التحرير، كفة تحرير تونس من هذه الحالة اللي ما نجموش نعبروا عليها بالمعجم السياسي، لأن ما يفعل بتونس اليوم هو خارج مربعات العقل وخارج معاجم السياسة أصلا. إذا النقلة ينبغي أن تكون سريعة من كفة التزمير إلى كفة التحرير، والتحرير تحرير تونس بالشارع بالتظاهر السلمي رغم الغاز ورغم كل المهددات الموجودة. لكن الصورة السيئة والصورة اللي قاعدة تنقل للعالم هي تضيق الأنفاس على قيس سعيد. أنا لهؤلاء أريد أن أقول، وإحنا في ثاني مرة رجب شهر فضيل برشا، ربي قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، من شهد منكم الشهر فليصمه، هكذا من شهد منكم الشهر فليصمه. أنا أقول لهم
ما كومش مش تصوموا شهر لكن مش تصوموا عام، وما عادش التوانسة مش يقولوا حاش الشهر راه مش يولوا يقولوا حاش العام. إذا ما ننقذوش روحنا ما عادش مش نقولوا حاش الشهر، مش يولوا يقولوا حاش العام. وبالنسبة للسياسيين المسؤولين على هذه الوزراء الموجودين واللي ما استقلوش، عندكم فرصة مثل نادي عكاشة قبل أن يقال لكم سبقتكم بها عكاشة. ونحب نذكرهم ربما أساءوا الفهم تاع الآية الكريمة، نساؤكم حرث لكم، راهي قيلت في النساء ولم تقل في الشعوب. حب نقولكم راهو القضاء سيكون موجود والجرائم الموجودة، وكل إمضاء وكل توقيع على ارتهان تونس جرائم الاقتصادية والمالية والمسار القضائي وكل الملفات الموجودة راهي بعد أسماءكم ستأتي. نحب نقول قيس سعيد كذلك، نقول مسكينك مسكينك أمام الله، جاءتك فرصة ورفعناك على الأكتاف وعلى الأعناق. نعم. وجاءت فرصة لتحقق العدل وتشيع الأمل وتصلح أخطاء العشر سنوات وتكون المختلف الإيجابي، لا المختلف الشاذ اللي ما نجموش نلقاوه حتى في الأحلام متاعنا. نعم. الأحلام متاع الكشمار متاعنا. حب نقول له قيس سعيد جاتك فرصة عظيمة أمام مسكينك، أهدرتها وهزيتنا إلى زرداب ما نش عارفين شنو النهاية متاعه. قيس سعيد المواظب على صلاة الجمعة، الناس يقفون أمام الخمرات ويصطفون ويتزاحمون باش يأمن وهم في أمن وفي سلام باش ياخذوا الدوزة متاعهم، وعمار المساجد محرومون من الجمعة. أنا نولي كما كتبت اليوم، نحب نسأل أين يمكن أن أصلي الجمعة خلصة إذا الخمرات وطوابير بيع الخمر جهرا موجودة في أمن ووئام وسلام؟ راهو اليوم الزحمة متاع الكورونا. نعم. متخوف من الجامع قيس سعيد من مناسب الجامع، هو خايف من المساجد وخايف من عمار المساجد، هؤلاء خايف منهم لا ينزلوا للشارع وأن يكونوا نقطة متاع تعبئة إضافية. نعم. للزخم الشارع الموجود، وإن غدا لنظره قريب. شكرا مخداد، اسمح لي الله ينورك، شكرا مخداد على مساهمتك معنا. سي نور الدين معذرة لم نتيح لك كثير من الفرصة، نعطيك الآن المجال سي نور الدين فيما يتعلق بسيناريوهات التغيير الممكنة، أقلها كلفة، أسرعها طريقا، والمعارضة الآن تحشد وتصعد من اشتباكها مع السلطة، لك الكلمة سي نور الدين في آليات التغيير الممكنة أمام التونسيين. أنا الملاحظة الأولى اللي لاحظها ما العمل ولا الممكنة، الملاحظة الأولى الأولى لأنه عندنا جوز ديناميكيات ولا جوز مسارات ترين، يعني أخذوا يعني الفريق هو المطلوب السياسي والمطلوب الأخلاقي منهم، اللي هي من ناحية المسار الحقوقي ومن ناحية أخرى المسار الجيجي. لما جوز مسارات انطلقوا وقاعدين يراكموا في تجاربهم وحققوا العديد من المكاسب خلال الستة أشهر هذه. هذه شيء جميل ومهم وإيجابي ولازم نراكموا عليه. المسار المتعثر هو المسار كثير. حذرنا أكثر من مرة من خطأ منهجي في التعامل مع الانقلاب. أو سقوطنا في دولة حقوقي اللي هي زاوية أخلاقية وزاوية دفاعية. قلنا أكثر من مرة لابد وأنه الجسم الوطني الديمقراطي المعارض ثم المقاوم للانقلاب لابد وأنه يجترح الأسرع والأنسب والأسلم والممكن من الخروج من هذا المأزق في أقرب وقت، لأنه يوم واحد من الانقلاب هو 1000 سنة من الأزمات ومن تراكم ما هو الطريق الأسلم؟ الطريق الأسلم طبعا هو الحوار، الحوار الوطني، مع أن حتى مخرج آخر
غير أنه المعنيين بتونس أكثر انفتاحا وبتونس أكثر ديمقراطية وبتونس أكثر عدالة وبتونس أكثر كرامة هؤلاء معنيون بالجلوس على طاولة الحوار بحضور وبمعية المنقلب أو بدونه وبحضور الاتحاد أو بدونه. علاش؟ لأن حضور الاتحاد يعني وإن كان يعني ما حضور مشكور خاصة في 2013 عندما أشق على الحوار الوطني ووشحوا بجائزة نوبل للسلام، لأن حضور الاتحاد أنا ما نتملوش أصل في المجتمع السياسي. حضور النقابات دليل على ضعف المجتمع السياسي. الديمقراطية سوية ثم مجتمع مدني ثم مجتمع سياسي. كيف ننجز حوار بدون الرئيس؟ النقابات دورها الأساسي دور النقابات دورها الأساسي دور اجتماعي ودور كمطلب، وظيفة نتاعها وظيفة كمطلبية. ما نفرحش أصل ولست سعيدا أصلا بأن يتقدم الاتحاد مرة أخرى للمجتمع السياسي ليشارك في التوظيف وفي ترتيب تسويات ما بعد الانقلاب. من مظاهر الأزمة الحقيقية اللي عايشناها في 10 سنين اللي فاتت هو تداخل النقابي بالسياسي والدور الوظيفي المشبوه الذي لعبه النقابي لصالح أجندات إيديولوجية وسياسية معروفة ساهمت في تعفين الوضع وساهمت في إفلاس الدولة وساهمت في وصولنا أيضا إلى ما نحن عليه. هذه حقيقة مرة من غير يعني برشمتها حديث. واضح الصورة. نمضي التعامل مع الاتحاد ونقول مدين. أنا نعم سياسي دون اتحاد العام التونسي للشغل. بارك الله فيك. اتحاد عام تونسي للشغل فهمت بعد ما توقع هندسة ما بعد الانقلاب معناتها نتفاوضوا معاه في الملف الاجتماعي. إذا كان مصلحة البلاد لازم عدنا اجتماعية، إذا كان ثم مطالب كمشروعة يبقى في بلاسته ويلتزم بدوره. الدور التاريخي والسياسي للاتحاد العام التونسي للشغل تيلة يعني تاريخ معناتها الدولة الوطنية كان ساقه بين ما بين الاجتماعي وبين السياسي، وهذا كان كمفهوم سواء كان لدوره الكفاحي زمن الاستعمار ثم فيما بعد التقاء جوز أجيال في الداخل وفي اللقاء القلق اللي صار ما بين تونس اللي مكافح ضد الاستعمار وبنات الدولة الوطنية وما بين تونس اللي برزت المعارضة لسياسات الوظيفة للدولة الوطنية اللي برزت مع الستينات وكانت أساسا كيسارية. الاتحاد كان خيمة ضمن زوج أجيال فهمت وتعقبين فيما بعد الإسلاميين وغيره، وكان ثم حوارية يعني خلت الاتحاد يلعب أدوار فارقة ومتوازنة في زمن الاستبداد. خلنا وأنه بعد ثورة يعني الكرامة والحرية وأنه الاتحاد يرجع إدارته وانتهى دور المظلة، انتهت الزواجية يعني الزواجية الوظيفية اللي كان يقوم بها ما بين المراوحة وما بين السياسي والنقابي، إلا أنه وللأسف يعني عمق كثيرا في لعب أدوار سياسية لم تكن دائما سليمة ولم تكن دائما مفيدة للاستقرار وللتجربة وحتى للديمقراطية. نعم. إذن نوردين اسمح لي. المطلوب نوردين اسمح لي رجاء نوردين سأعطيك كلمة. الله ينورك. الكلمة متاحة لك فقط حتى سي مغداد هو غدرنا. وخر قليلا ولا قدم خل تكون الصورة واضحة. اتفقنا فيما تخص الاتحاد عن الشغل، ماذا عن اجراء حوار قلت بدون مع الرئيس او بدونه؟ تفضل. نعم. احنا ما حوار وطني كجامع، احنا مع انه الذكاء التونسي يلتقط اللحظه في 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 هالمنعرج الحاسم ويصير حوار مفتوح على كل المؤمنين بالديمقراطيه والمؤمنين بالديمقراطيه باش تعرفهم سهل برشا، لان معناتها ديناميكيه الفرد اشتغلت في وعرفنا شكون منحاز للحداثة السياسية ومنحاز للديمقراطية ومنحاز لطموحنا العام لأن ندشنوا زمن الحداثة السياسية، وشكون مازال إلى حد الآن يعاني من مرض يعني الانتماء لزمن الاستبداد واحتفال السلطة واحتفال الحقيقة الوطنية. قلت إذن عملية الفرد في الساعات الفرد أحكي عن الناس اللي هالفرد هذايا يعني انتجهم وعبروا على نفسهم موجودين الآن في المنابر
هؤلاء مطلوب منهم الآن وهنا بأنهم يلتقوا ويفرضوا على الجميع أجندة، يفرضوا على الجميع أجندة بما يعني أجندة حقيقية خارج تاريخ حقيقية بما لا حكومة إنقاذ وطني كيف تشكل وتسوق روح في الداخل وفي الخارج بديلا على الحكومة المهزلة الموجودة اليوم، بما سوى أنه لما نتناقشوا حتى مسألة الشرعية الدستورية في حد ذاتها ونستنبط ونخرج بحلول أخرى عنوانها المشروعية الشرعية، يعني تم العديد من الأفكار سواء كانت إلا الدولة وإلا الغير المدولة. المهم هو أن نوجد أرضية منها أرضية الوطن أو الأدنى الوطني المشترك اللي نجلس عليه مهمة إنقاذ، مهمة إنقاذ الآن وهنا. السياسي اليوم مطلوب وأنه يلبس قساس رجل المطاف، الحريق يعمم في البلاد ولابد أولا أن نطفي هذا الحريق مع قيس سعيد ما غير قيس سعيد، مع الاتحاد ما غير الاتحاد، مع الشبيحة ما غير الشبيحة. المهم أن نطفي الحريق لأنه الحريق اندلع ويعني قاعد يتوسع والكلنا في مركب الكي واحد والمركب بسبب الغرق. فالمطلوب الآن وهنا أن نتداعى إلى تويج حوار وطني نرسم بها يعني مخارج حقيقية إيجابية مقبولة في الداخل والخارج للحالة المأزقية الحادة. نور الدين، تم لها هذا الانقلاب المشؤوم. ماذا عودة البرلمان الانعقاد يوم 14 جانفي، مكانة البرلمان بعد نجاحه في عقد جلسة ممتازة عن بعد في ما تطرحه من تغيير؟ أيضا هو المسار البرلماني من المسارات يعني عودة مثل الشرعية والمقاومة للانتداب، ولابد الأخوة النواب الترعيين كلهم وما نستثني منهم حتى حد، فهمت أنهم كلهم منتخبين مثل من الشعب بقطع نظر على موقفهم السياسية، لابد وأنهم يعني يتحلوا بالأدنى والأخطى من المسؤولية الوطنية ويتداعوا حقيقة إلى تنشيط المقاومة البرلمانية خلينا نسميها، لأنه بالفعل احنا في حاجة كما قلت إلى استجماع كل مقومات القوة السياسية والبشرية في الجسم الوطني، ومن أهمها بنشير الاتحاد البرلمان وبقية أجزاء الدولة. احنا أول مرة في تاريخ نظامنا السياسي ضد الاستبداد نجد وأنه الدولة أو جزء من الدولة معنية مباشرة بهذه المقاومة وبهذا النضال، وهذا مستجد هام جدا للأسف من خيالنا النضالي ما نجمش ماتها يلتقطوا وينظموا في استراتيجية مقاومة جدية، وإلا قيس سعيد ما يبقى ستة أشهر، لأنه يعني كما قلت لك مقاومات القوة اللي في تونس الديمقراطية أقوى بكثير يعني من هذا انقلاب الرهب والضعيف على جميع المستويات. شكرا نور الدين. حركة البناء الديمقراطي نشكر كذلك الزميل الإعلامي مقتدى الماجد الذي كان معنا في جانب الأول وجانب كثير من هذه الحلقة. نشكر فريق الفني والتقني الذي أمن هذه السهرة. في أمان الله وليلة سعيدة.